السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم مع بعض في المقرر بتاعنا اللي هو الـ Foundation of Information System. هنتكلم عن بعض الحاجات الايه الرئيسية اللي انت لازم تاخد ايه تاخد بالك منها. يعني ايه اولا Information System؟ Information System هو عبارة عن نظام لإدارة الايه البيانات بتاعتك او الداتا اللي موجودة داخل الايه الانتربرايز بتاعك. يعني انت عندك مثلا شركه، الشركه دي كانت شغاله بالنظام الورقي، فاحنا محتاجين ان احنا نحولها لايه؟ لاوتوميتد سيستم، يعني سيستم مميكن، اي سيستم ايه؟ الكتروني، يعني اداره الداتا بتاعتي كلها بدل ما كانت موجوده في السجلات اللي هي اللي موجوده بنسجل فيها الداتا بتاعت الايه؟ الموظفين طبعا بقى والايه والعملاء والكلام ده كله، احنا عاوزين ايه؟ ندير الكلام ده بشكل ايه؟ الكتروني. طبعا الانفورميشن سيستم بتاعنا بيقع على اي بلاتفورم عادي، يعني احنا ممكن نشتغل على الويب، يعني ممكن نعمل انفورميشن سيستم على الويب عادي، تمام. ممكن نعمل انفورميشن سيستم طبعا ديسكتوب، تمام. ممكن برضه نعمل انفورميشن سيستم على الموبايل، تمام. فكل ده طبعا بايه مختلف حسب الايه البلاتفورم اللي انت هتشتغل عليه، يعني حسب نوع الايه البلاتفورم انت عاوز تدير الايه الداتا بتاعتك. فانت عشان تدير الداتا دي بشكل الكتروني فانت محتاج تحطها على ايه نظام مميكن. النظام المميكن ده يا اما هيكون ويب، يا اما هتحطها على ويب سيرفر، يا اما هتعمل ديسك توب ابلكيشن، يا اما هتعمل موبايل ايه ابلكيشن. يبقى احنا هنا في البدايه ده مثلا وهناكل مثلا نشتغل على ويب، فاحنا هنجيب هنروح مثلا ايه نجيب سيرفر. السيرفر ده نبتدي اللي احنا ايه نشغله على انه ويب سيرفيس، تمام. هيبقى عليه ويب سيرفيس، الويب سيرفيس دي هنحط عليها الايه طبعا الايه الويب سايت بتاعنا، تمام. الويب سايت بتاعنا اللي هو طبعا الايه الانفورميشن سيستم اللي موجود عندك. وهيبقى طبعا طبيعي ان انت موجود عندك شبكه داخل الايه الانتربرايز اللي انت موجود فيها، يعني مثلا عندك سويتش، تمام. السويتش ده متصل عليه بقى طبعا الايه الموظفين كلهم اللي قاعدين باختلاف طبعا ايه فئاتهم، يعني عندك مجموعه من الموظفين باختلاف ايه فئاتهم، يعني عندك مثلا حد اتش ار، حد سيلز، حد مثلا ايه ستاف، كل الناس دي قاعده مثلا على الايه على الاجهزه بتاعتها. وطبعا عندك هنا موصل ايه بالسيرفر بتاعك. يبقى هنا انتجريتد ايه انفايرمنت. يعني ايه انتجريتد انفايرمنت؟ يعني عندك هنا الانفورميشن سيستم بتاعك اللي موجود على السيرفر، كل الناس بتقدر ليها تاكسس عليه من خلال الايه النتورك او الانفراستراكشر اللي موجود عندك. طبعا نوع الانفراستراكشر ممكن يختلف، يعني احنا هنا مثلا شغالين كلاينت ايه سيرفر، وعندك هنا السيرفر بتاعك اون بريمز. يعني ايه؟ يعني السيرفر معاك، يعني السيرفر بحوزتك، يعني انت جايبه في الشركه وعامل له انستوليشن وعامل ديبلويمنت للايه للويب ايه سيرفيس على السيرفر بتاعك، وحاطط عليه الايه الويب طبعا ايه سايت اللي انت ايه اللي انت طبعا ايه جبته بقى من شركه، عندك تيم الاي تي هو اللي عمله، فانت بتبتدي اللي انت ايه تبلش الايه الويب سايت بتاعك. طبعا الويب سايت ده انت محتاج برضه اللي هو يكون ببلشد على الايه على الانترنت، يعني المفروض بيبقى في حد مثلا قاعد خارج الايه الاي اس بي هنا مثلا، فوصلت الايه الشركه بتاعتك بالايه بالانترنت، رحت مثلا تعاقدت مع شركه من الشركات اللي موجوده الاي اس بي هنا ومقدم الايه الخدمه. طبعا انت محتاج الاكسترنال يوزرز اللي موجودين او البارتنرز اللي موجودين معاك اللي هم يعملوا اكسس لمين؟ للسيرفيسز بتاعتك الخدمات. يعني لان انت عندك الاي اس بتاعك في خدمات، يعني مثلا عندك داتا بيز موجوده عندك، يعني الداتا بيز دي طبعا فيها الايه الداتا بتاعتك كلها، فانت عاوز طبعا الايه الموظف لما مثلا خرج من الايه من الشركه وراح قعد في البيت عاوز يعمل اكسس على الايه على الانفورميشن دي، او شغال من البيت، عندك موظفين شغالين من البيت، ففي الحاله دي طبعا انت بتحتاج الايه خدمه الايه الانترنت، وبتحتاج طبعا تكونفيجر بعض الايه التكنيكس اللي موجوده عندك علشان ايه علشان تقدر تخلي اليوزر الاكسترنال اللي خارج النتورك بتاعتك اللي هي تقدر تاكسس الايه السيرفر ده. طبعا ده شغل ايه شبكات، يعني ده بيكون شغل الايه الشبكات. احنا هنا بنتكلم على الانفورميشن سيستم نفسه والنظام اللي انت ايه هتبتدي تتعامل معاه. فبيقول لك هنا النظام بتاعك ده هوستد على السيرفر، السيرفر في الحاله بتاعتنا دي اسمه اون بريمز. يعني ايه اون بريمز؟ يعني هو معانا، يعني السيرفر احنا اللي عاملينه
عندنا داخل ايه؟ الانتربرايز. طبعا في بعض الشركات بتريح دماغها وبتعمل كلاود ايه؟ كلاود هوست، يعني بتروح مثلا لمقدم اي اس بي كلاود زي مثلا امازون زي جوجل، وتروح تحجز عندهم ايه؟ كلاود، او اي مواقع من مواقع الايه؟ الهوستنج اللي موجوده، وبتبتدي تحجز عنده ايه؟ الايه؟ الويب سيرفيس اللي موجوده عندنا، وتبتدي اللي هي ايه؟ تحجز طبعا وتكريت الدومين بتاعها وكل حاجه، وتحط الايه؟ الويب سايت بتاعهم على الايه؟ على الكلاود دي. وطبعا وبتدي الاكسس للايه؟ للموظفين. طبعا في يعني ده يعني اسباب معينه ان احنا بنلجا للكلاود. طبعا الكلاود فهو مزود الخدمه بتاع الكلاود، بيديك سيرفيسز كتير، يعني بيديك اولا امان للايه؟ للويب ايه؟ سايت بتاعك. بيدي لك طبعا الخدمه بتكون اسرع، تمام؟ انت طبعا حاجز دافع فلوس في الكلاود علشان ايه؟ علشان تحجز الايه؟ الويب سيرفيس بتاعتك او الويب هوست. فكل ده انت دافع عليه فلوس، وبالتالي هو بيقدم لك خدمه ايه؟ زي ما بنقول فول ايه؟ اوبشن، يعني خدمه متكامله من كل الايه؟ النواحي. اما انت في الاون بريمز بتحتاج ان انت تجيب موظفين اي تي او ناس تشتغلوا في الاي تي يعملوا لك الكلام ده كله بقى. الجزء اللي كان بيتم في الكلاود بعيد عنك، اللي انت ما تعرفوش اصلا، فانت دلوقتي انت مسؤول ايه؟ تعمله. لكن الكلاود مجرد لما يكون عندك انترنت فانت هتقدر تاكسس الايه؟ الويب سايت اللي موجود، ومش هتشغل بالك بالايه؟ باللي بيحصل في الايه؟ في الباك اند، يعني انت يا دوبك بس هترفع الايه؟ الموقع بتاعك، ومش هتشغل بالك بايه؟ باي حاجه. اهميه طبعا الانفورميشن سيستم زي ما انت شايف بيحول لك الاورجنايزيشن بتاعتك لمنظومه متكامله اوتوميتد. يعني ايه اوتوميتد؟ بدل ما تقعد بقى تجيب سجلات وتعينها ودفاتر واوراق، والاوراق دي بايه؟ بتضيع معاك. يعني احنا لو جينا في مثال زمان لما بيكون مثلا معاك سجل، فانت السجل ده كنت بتيجي تقعد تخزن فيه بقى الايه؟ الاسماء. يعني مثلا احنا عندنا طلبه، فكنا بنيجي نقول ايه؟ الطالب الفلاني في المستوى الفلاني، تمام؟ في عايش في المنطقه الفلانيه، تمام؟ الفرقه كذا، درجاته في الماده الفلانيه. كل ده كان في ايه؟ في سجلات. فطبعا شغل السجلات ده بيلخبطك. يعني هيلخبط ازاي؟ يعني انت ممكن تلاقي اسم طالب، يعني انت كتبت مثلا طالب اسمه احمد محمد، احمد محمد مثلا ابراهيم، واحد تاني اسمه احمد محمد ابراهيم، اتنين شبه بعض في الاسماء. وارد، وارد جدا ان انت يكون عندك شخصين شبه بعض في الاسماء. كتبت ده مثلا المستوى الاول، وكتبت ده المستوى مثلا ايه؟ التالت. وانت بتكتب الاول المستوى الاول او ليفل 1، غلطت بدل ما تكتب ليفل 1 وانت كتبت مثلا ايه؟ ليفل 2. ليه؟ وارد الاخطاء. انت دلوقتي انت بتكتب كله في ايه؟ في ريكورد واحد. يعني انت زي ما انت شايف كده، ده ريكورد وده ريكورد وهكذا. فطبعا هنا حته الايه؟ الريدندنس دي بتعمل معاك مشكله، اللي هو التكرار، اللي انت كل شويه تقعد تكتب ليفل 1 ليفل 1 ليفل 2 ليفل 2. طيب ده طبعا في القرايه بالنسبه لك سهل، اما في الكتابه بيكون صعب. يعني انت لما نيجي نقرا مثلا معلومه، المعلومه دي مكتوب كل بياناتها فين؟ في نفس السجل او الريكورد. ما بروحش اكتر من مكان علشان اقرا المعلومه، فده بالنسبه لي في القرايه سهل، اما في الكتابه فانا ممكن اغلط. ده طبيعي من المنطق بتاعنا. ده فين؟ في اللي هو الايه؟ تراديشنال داتابيز، اللي هو ده النظام القديم اللي احنا كنا بنجيب ورقه ونقعد بقى ايه؟ نشتغل ودفتر ونحط الايه؟ البيانات بتاعت الناس. قال لك دلوقتي القصه دي مش هتنفع معاك على الايه؟ انا عاوز اعمل بقى سيستم والدنيا تبقى سريعه عندي في الايه؟ في الشغل بتاعي، عاوز ارجع البيانات بسرعه، وعاوز اطلع التفاصيل في اسرع ايه؟ في اسرع وقت. قال لك والله انا مش هقدر اطلع لك التفاصيل الا لما ايه؟ الا لما تقول لي حق نوع الداتا اللي انت هتشتغل فيها. ما انا ما اعرفش انت الداتا بتاعتك ايه. يعني الداتا بتاعتك هل هي داتا مثلا اقدر احطها في جداول ولا ما اقدرش احطها في جداول؟ يعني نوعيه الداتا نفسها بتاعتك هيكون عباره عن ايه؟ لانه طبعا انت لما تيجي تعمل اي سيستم انت بتسال الاول الداتا بتاعت الناس دي عباره عن ايه؟ يعني انت هتخزن ايه؟ هتتعامل مع ايه؟ عشان انت دلوقتي بترجع بيانات وبتتعامل مع ايه؟ مع بيانات. فقال لك في الحاله دي والله بص احنا عندنا انظمه، تمام؟ الانظمه دي بقدر اتعامل معاها بالايه؟ بالداتا عادي. طبعا النظام العادي بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه اللي هو حاجه اسمها الايه؟ الار دي بي ايه؟ دي بي اللي هو الايه؟ ريليشنال داتا بيز. الريليشنال داتا بيز هي عباره عن ايه؟ انت بتكسر الايه؟ الجدول الكبير اللي انت كنت عامله في الدفتر ده، بتكسره لمجموعه ايه؟ جداول، والجداول دي انت بتربطها بشويه ايه؟ مفاتيح. ده اسمه ايه؟ ريليشنال داتابيز. طب انت برضو لسه ما قلتليش الداتا بتاعتك عباره عن ايه؟ قال لك الداتا بتاعتي
عباره عن structured، تمام؟ لان الداتا بتاعتي بتكون structured. structured يعني ايه؟ يعني بريديفايند. يعني ايه بريديفايند؟ انت معرف اوريدي الايه الاستراكشر بتاعها او الشكل بتاعها، انت عارفه. يعني انت عارف ان لما يكون عندك فيه طالب، فالطالب ده هيكون عنده ستودنت اي دي، ستودنت نيم. انت معرف كل الهيكل بتاع مين؟ بتاع الطالب نفسه. عندك قسم، فانت معرف الانتيتي دي هي عباره عن ديبت اي دي، ديبت نيم، كل الحاجات دي انت ايه؟ انت معرفها بشكل ايه؟ طبيعي. ده الاستراكشر داتا. يعني داتا انت عارفها ومسبق اللي انت ايه مهيكلها وعامل لها موديلنج وعارف الدنيا بتاعتها ايه، ولما تيجي تخزن انت هتعرف انت هتخزن ايه. طب السيم ستراكشر، قال لك السيم ستراكشر هي لا هي يعني يعني هي بنفس الوقت هي لا مسبقه، يعني انا ما اعرفش ايه هيكلها، وفي نفس الوقت بعملها على انها ايه غير مهيكله، اللي انا بايه ببتدي انشئها مجرد لما انا احتاجها. ده اللي هو الاكس ام ال. يعني الاكس ام ال عباره عن مجموعه من الايه من التاجز، انت بتبتدي الحاجه اللي انت عاوزها بتكريت التاج بتاعها وبتحط الايه الداتا بتاعتها. ده سيمي ايه سيمي ستراكشر. طيب في نوع ثالث اللي هو الان ايه الان ستراكشر، اللي هو بالنسبه لك هنا حاجات انت ما تعرفهاش. يعني ايه ما تعرفهاش؟ يعني ملفات صوت، ملفات فيديو، انت ما تعرفش الدنيا بتاعتها ايه، حجمها كام، هتتخزن ازاي، الكلام ده كله، ده بنسميه ان ستراكشر ايه داتا. طبعا ان ستراكشر داتا لها سكه ثانيه غير اللي احنا هنتعامل بيه. احنا كل شغلنا هيكون مع الاستراكشر دي ايه ديت، اللي هي البري ديفايند، اللي انت اوريدي مكريت لي الايه الهيكل بتاعها. يعني الهيكل بتاعه والاستراكشر بتاعها انت ايه انت مكريته لي اوريدي، وعارف نظامه وعارف ايه وعارف دنيته. طيب في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ قال لك يبقى انت في الحاله دي لازم يبقى في حد بيدير الداتابيز دي. يعني انت عندك داتابيز، فالداتابيز دي المفروض في حاجه بت ايه بتديرها. يعني دلوقتي في داتا هتتخزن وهيتعمل لها ستور، وبعد كده هتعمل لها ريتريف، وهتبتدي ان انت ترجع بيانات وتتعامل مع بيانات. طب ايه الحل للقصه دي؟ قال لك الحل دلوقتي اللي انت هتعمل ايه؟ هتيجي تقول لي اللي في عندك داتابيز مانجمنت ايه سيستم، اللي هو بيبتدي السيستم ده بيظبط الدنيا بتاعت الايه؟ الداتا بتاعتك. ازاي؟ هو اللي بيبتدي بقى يكريت الاوبجكتس دي، بيبتدي يتعامل معاها، بنبتدي اللي هو ايه تقول له والله انا محتاج الداتا الفلانيه بيرجعها لك، محتاج ان انا ادي صلاحيات، محتاج ان انا ايه اشيل صلاحيات من واحد، وهكذا. يبقى الداتا بيز مانجمنت سيستم هو ده المسؤول عن اداره الايه قاعده البيانات اللي موجوده عندك. اداره قاعده البيانات دي عندك مجموعه من الايه الفيندورز موجودين بيشتغلوا في الداتا بيز. قال لك اشهرهم زي مين؟ قال لك زي مايكروسوفت. مايكروسوفت شغاله بالايه؟ يا اما شغاله بالام اس او اكسس، اللي انت عندك مايكروسوفت اي اكسس، او شغالين بالايه بالاس كيو ال. الاس كيو ال دول اشهر حاجه بالنسبه لهم، اللي هو الايه ام اس اكسس اللي هو مايكروسوفت اكسس بتاعنا اداره قواعد بيانات، او الايه او الاس كيو ال. عندك طبعا برضو في ماي سيكوال، وعندك برضو تاني موجود ايه موجود عندك الاوراكل. عندك مجموعه من الايه من الفيندورز اللي بتقدم خدمات ايه اداره قواعد البيانات. يبقى انت هنا هتتعامل مع مين؟ احنا هنشتغل مع بعض الايه مايكروسوفت. مايكروسوفت طبعا في البدايه لان ده فاونديشن او فاندمنتالز اساسيات، فانت ممكن تتعامل جزء بالايه بالاكسس وجزء بالايه بالاس كيو ال. يبقى انت هنا عرفت اللي انت هتشتغل استراكشرد داتا، داتا بيز مانجمنت سيستم، لا اما مايكروسوفت اللي هو اوفيس او الايه الاس كيو. طيب وظيفتي بعد ما قسمت الايه الجدول الكبير ده، تقسيمه الجدول ده طب انت هتربطهم ازاي؟ مش انت دلوقتي اكنك جيت بالظبط كده وقطعت الايه الجدول ده، فانت المفروض ايه تبتدي الجدول ده تعمل فيه ايه؟ تبتدي تربطه. فقال لك طبيعي ان احنا عشان نربط لازم يكون عندنا ايه مفاتيح بنربط بيها. يعني احنا دلوقتي لازم علشان لما يكون في اتنين قاعدين جنب بعض وعاوزينهم ما يمشوش الا مع بعض، ايه اللي بيحصل؟ بتقوم رايح مخرج واحد وتاخد حاجه من ده تديه لايه؟ للتاني. تقوم رايح قايل له ايه خد الكشكول ده خليه معاك، تمام؟ بحيث ان التاني ده لما يجي يمشي هيروح لك عشان ياخد الايه؟ هيجي لك عشان ياخد الايه؟ الكشكول بتاعك. فطبعا هو ده الايه؟ ده المبدا بتاعه اللي احنا هنعمل ايه؟ لو انا عندي مثلا جدول زي او انتيتي موجود زي الدبت ده الاقسام. الاقسام دي طبيعي اللي عندك ايه جدول هتبتدي بقى تبني ايه لكل كيان الجدول بتاعه. يعني مثلا ديبارتمنتس هتبني لها الايه؟ قال لك هبني لها عندي الديبت اي دي المفتاح بتاعها، عندي اسم القسم، تمام؟ عندي الايه النيم بتاع القسم، عندي ايه تاني؟
قال لي مثلا وليكن الايه البوزيشن بتاعه هو موجود فين. ده طبعا حاجات ايه يعني حاجات مش ايه يعني مش هو ده الطبيعي اللي احنا بنعمله، بس ده ايه مثال تعريف. يبقى ده الايه ده الاي دي والنيم والايه البوزيشن مثلا بتاعه. طبعا كل قسم احنا قلنا لازم يبقى له ايدنتيفاير. الايدنتيفاير ده هو الايه هو البرايمري كي بتاعه. يبقى البرايمري كي ده هو عباره عن يونيك ايدنتيفاير لمين؟ للانتيتي اللي موجود. يعني لو انت جيت وقلت قسم اللي رقمه 101 يبقى انت عارف 101 ده هو مين؟ هو مثلا سي اس. لو جيت تقول 102 انت عرفت اللي 102 ده مين؟ ده الاي تي. لو جيت تقول 103 فانت عرفت اللي 103 هو ده مين؟ هو ده مثلا اي اس. بدل هنا انت كنت بتعمل ايه؟ كل شويه تكتب ايه؟ ده في قسم اي تي، ده في قسم سي اس، في قسم اي تي تاني. كان في ريدندنسي في الموضوع، في تكرار، انت كل شويه تقعد تكتب نفس الداتا وممكن تغلط. فلما تيجي تعمل ريتريف للداتا ممكن يحصل عندك مشكله، بس طبعا في القرايه سريعه. انت هنا بتقرا من نفس الايه؟ الداتا، من نفس الجدول، اما هنا انت دلوقتي هتشوف القرايه هتبقى ازاي؟ يعني انت هنا عندك ايه؟ ادي الاي دي تمام، وده النيم، وده طبعا الايه؟ البوزيشن بتاعه. يبقى انت هنا عرفت القسم، لما تيجي تنادي على القسم هتنادي عليه بايه؟ قال لك هنادي عليه بالاي دي، يعني مثلا الاي دي بتاعه 101 يبقى انا عرفت ان ده سي اس على طول. طب فين التربيط اللي انت قلت لي عليه؟ طب لو في جدول تاني، ادي الجدول التاني بتاعي بتاع مين؟ الستودنتس موجود عندي. الطلبه، جدول الطلبه هنا بيقول لك ايه؟ برضو نفس الكلام، مش احنا قلنا لازم يكون لكل انتيتي موجود او لكل جدول موجود عندك يبقى في اي دي؟ فانت هنا برضو هتلاقي عندك الايه؟ الاي دي، وعندك برضو الايه؟ النيم. المره دي بقى التربيط اللي هيحصل ايه؟ قال لك اللي انت هتجيب الجزء الاساسي عند الديبارتمنت وتحطه فين؟ في الاستودنت. ليه؟ لان انت قلت ان القسم بيبقى فيه اكتر من ايه؟ من طالب. خلي بالك من الجمله اللي انا قلتها، يعني انا دلوقتي جيت قلت ايه؟ قلت لك ان القسم ده بيكون فيه اكتر من طالب، علاقه 1 تو ايه؟ تو مين؟ يبقى العلاقه اللي موجوده هنا 1 ايه؟ 1 تو مين؟ يعني انا قلت لك ان القسم بيكون موجود فيه اكتر من طالب. يبقى انا علشان انفذ المعلومه دي هعمل ايه؟ هجيب الايدنتيفاير بتاع الديبارتمنت اللي هو هنا كان مين؟ كان الديبت اي دي، وهقوم واخده نقله فين؟ انقله هنا. أو يبقى هاجي هنا اقول له ايه؟ الاي دي بتاع مين؟ الديبت. بس المره دي الاي دي هنا هيكون فورين كي. فورين كي يعني ايه؟ يعني مفتاح اجنبي، يعني هو اصلا مش ايه؟ مش حاجه رئيسيه في الايه؟ في الجدول. ده هو جاي ضيف. هقول لك مثال. لو احنا عندنا مثلا عندنا يعني على سبيل المثال انت كنت موجود في مصر، فطبعا معاملتك في ايه؟ في البلد بتاعتك بتبقى ايه؟ انت راجل معروف وكل حاجه، لكن لما تروح بلد اجنبي عنك ايه اللي بيحصل؟ طبعا المعامله بتكون نفس الكلام، بس مش نفس الايه؟ الكابابيلتيز اللي موجوده. يعني مش نفس الايه؟ الكابابيلتيز ولا الامكانيات المتاحه. فهنا نفس الفكره، انت راجل هنا كنت راجل ضيف ومظبطينك كده وانت قاعد فين؟ في الديبارتمنت. قيمتك معروف. رحت هنا فين؟ عند الايه؟ عند الفورن ايه؟ الفورن كي هنا في الجدول الثاني غريب. فطبعا معاملتك هنا بايه؟ بتختلف. يعني الفورن كي هنا ممكن يتكرر عادي، يعني انت مثلا ايه؟ قلت الطالب رقم واحد اسمه احمد موجود في قسم رقم 101. الطالب رقم اثنين اسمه محمد موجود في قسم 101. يبقى الفكره هنا ايه؟ اللي انت ربطت بالايه؟ بالكيز. طبعا تربيطك بالارقام يختلف عن تربيطك بالايه؟ بالاسماء، يعني احنا هنا كنا شغالين بالايه؟ بالاسماء. اما هنا احنا بنربط بالايه؟ بارقام، يعني انت لما تربط حاجتين ببعض من خلال رقم، فالرقم صعب اللي انت ايه؟ ممكن تغلط فيه. على عكس مين؟ على عكس وانت هنا كاتب كل الداتا بتاعتك في ريكورد ايه؟ ريكورد واحد. فالفكره هنا كلها لما تيجي تقول لي انا عاوز الطالب اللي اسمه عاوز الطلبه اللي موجودين في قسم السي اس، ايه اللي هيحصل بقى المره دي؟ تمام؟ يبقى انت المفروض هتماتش مين مع مين؟ قال لك هتماتش البرايمري كي مع الايه؟ مع الفورين كي. والله انا ادور لو لقيت هناك ماتش هجيب الطلب. يعني مثلا لو انا جيت هنا لقيت الطالب اللي هو احمد موجود عندي ده في قسم كام؟ 101. هبتدي ادور على مين؟ قال لك هتروح تدور 101 في جدول الايه؟ الديبارتمنت. 101 موجود، قال لك ايوه. قسم ايه بقى؟ قال لك سي اس. يبقى انت كده عرفت ان احمد موجود فين؟ في السي اس. وبعد كده هتشوف برضو ايه؟ الطالب اللي بعده ده مين؟ محمد قسم ايه؟ 101. هتروح فين؟ 101 هناك تدور 101 ده فين؟ سي اس. فطبعا انت هنا عندك الايه؟ الريدنج اصبح بايه؟ اللي انت بتريد من اكتر من ايه؟ من جدول. يعني ركبت انت كده ايه؟ جمله زي ما احنا بنقول مع بعض، يعني ايه؟ دورت بالتبعيه بتاعت مين؟ الكيز اللي موجود.
عملت ريفرنسنج للايه للداتا بتاعتك، فاهم، دورت بالايه بمعلوميه الاي ديز اللي موجود عندك. فطبعا هنا بالنسبه لك مين اللي هيتحكم في الكلام ده ومين اللي هيقول لك ترجع الداتا ازاي وتظبط الدنيا ازاي؟ قال لك الايه الداتا بيز مانجمنت ايه سيستم، ما هو ده اللي هينشئ الجدول، هو اللي هينشئ الداتا بيز، وهو اللي هينشئ الكيانات اللي موجوده اللي هي التيبلز اللي موجوده اللي انت هتكريتها بعد كده، وهو اللي هيدخل فيها البيانات، وهو اللي هيتلاعب فيها. يعني انت عندك الداتا بيز مانجمنت سيستم ده بيعمل ايه؟ قال لك الداتا بيز مانجمنت سيستم بيعمل مجموعه من الايه؟ من الحاجات الرئيسيه. قال لك اول حاجه داتا ديفينيشن لانجويج، اللي هو بيعرف الايه؟ الداتا بيز، وبيعرف الكيانات اللي فيه، الاوبجكتس اللي موجود عندك، وبعد كده بيتلاعب بيه اللي هو داتا ايه؟ مانيبيوليشن لانجويج، بيعمل بقى ايه؟ انسيرت بقى وايه؟ وابديت وديليت، كل الحاجات دي بيبتدي ايه؟ هو يعمل، بيعمل ايه؟ مانيبيوليشن، وبيعمل كمان ايه؟ قال لك ده بيعمل كنترول، يعني ده ممكن تجرانت صلاحيه ليوزر معين وتريفوك صلاحيه من ايه؟ من فلان، يبقى داتا كنترول ايه؟ لانجويج. يبقى دي الحاجات الرئيسيه اللي بيتعامل بيها الايه؟ داتا بيز مانجمنت سيستم. يبقى هو هنا عباره عن ايه الداتا بيز مانجمنت سيستم؟ هو عباره عن التطبيق او السوفت وير اللي هيمانج الكلام ده كله. قال لك زي مين؟ الاكسس الاس كيو ال في مايكروسوفت، عندك ماي سيكوال لو انت شغال بقى ايه بي اتش بي ماي سيكوال، عندك الاوراكل لو انت شغال اوراكل ايه داتا بيز. يبقى الحاجات دي كلها انت ايه مطالب اللي انت ايه تعرفها. ده طبعا كبدايه مفهوم للايه للكونسبت او الكلام اللي احنا ايه هنتكلم فيه. طب بيقول لك دلوقتي القصه بتاعت الايه انت قلت لي دلوقتي هتكريت وهتعمل وهتظبط، طب مين اللي هيكريت الكلام ده؟ قال لك يا اما هتكريت الكلام ده من خلال الجي او اي، يعني هتكريت شغلك منين؟ من خلال الجي او اي، او هتخش تعمل سكريبتات. طبعا السكريبتات ده ان شاء الله فين؟ مقرر قواعد ايه؟ بيانات. وممكن ناخد مع بعض برضو ازاي نكريت الايه؟ السكريبتات بتاعتنا، ازاي نكريت الايه؟ الداتابيز ونكريت التيبلز والحاجات دي كلها الايه؟ نقدر نشتغل مع بعض، مفيش اي مشكله. او من خلال الايه؟ الاكسس اللي هو مايكروسوفت ايه؟ اكسس كايه؟ كابيتال. يبقى زي ما اتفقنا مع بعض اللي هيدير قاعده البيانات على السيرفر هو مين؟ المفروض بقى بالنسبه لك هنا الاس كيو ال سيرفر هو اللي هي ايه؟ هيمانج الكلام ده كله، تمام؟ مش هتروح تعمل بقى على الايه؟ على الجزء بتاع مين؟ ده بالنسبه لك الانفورميشن سيستم، نظام المعلومات. ما هو نظام المعلومات ده مش عباره عن داتا بيس بس، انت عندك في اكتر من حاجه، ده انتجريتد كمان مع النتورك بتاعتك يعني، وممكن كمان يكون كلاود، يعني ممكن يكون اصلا مش ايه مش متواجد عندك السيرفر، ده انت حاجز ايه كلاود. الكلاود دي بتعملها اكسس من خلال ايه الانترنت. يبقى القصه عندك هنا ايه اللي انت لازم تعرف الاستراكشر دي كويري لانجويج عشان تقدر ترجع الداتا دي كلها وتتلاعب بيها وتكريت كل حاجه. يبقى الاس كيو ال هنا اللي هو الاستراكشر دي كويري لانجويج، اللي انت هنا عشان تكريت تيبل او ترجع بيانات او تعرف ازاي تربط الكلام ده ببعضه من خلال الاس كيو ال، لازم تفهم كونسبت الايه الاس كيو ال. فطبيعي ان احنا لازم نتعرف مع بعض على كونسبت الايه الاس كيو ال، يعني في المرات اللي جايه هنتعرف باذن الله على كونسبت الايه الاس كيو ال. كونسبت الاس كيو ال دايما ده رئيسي في اي حاجه انت بتتعامل بيها، يعني انت حتى لو شغال مثلا على شغل داتا بيز، او شغال حتى بعد كده قدام على بعض الايه الابلكيشنز اللي بتتعامل مع الاناليسز، يعني انت مثلا عاوز تعمل اناليسز مثلا لايه لداتا معينه، فانت ممكن تستخدم الاس كيو ال عادي حسب نوعيه الداتا. ما احنا لسه قلنا ان في انواع، مش احنا قلنا في ستراكشر وفي سيمي وفي ان ستراكشر، حسب نوعيه الداتا اللي الابلكيشن ده بيتعامل معاها ممكن تستخدم الايه الاس كيو ال عادي. يبقى الفكره كلها هنا اللي احنا ايه بنظبط مع بعض الايه البدايه كده ايه زي ما بنقول بنفرش الايه الشغل بتاعنا، وبنشوف احنا هنتعامل مع ايه بالظبط كراجل لسه انت داخل الايه المجال، ولسه بتتعرف على الايه المين كونسبتس الايه الرئيسيه بتاعتك. يبقى انت كده عرفت اللي احنا شغلنا كله هيتم على الايه على الداتابيز. طبعا عشان تشتغل داتابيز لازم يكون في جي او اي، لازم يكون في واجهه بتشتغل قدامي اقدر من خلالها اللي انا هدخل بيانات للايه للداتابيز. انا عاوز واجهه قدامي اشتغل، طب الواجهه دي هجيبها منين؟ إيه؟ قال لك ده في برمجه. يبقى انت هنا محتاج لا اما ويب ابلكيشن، لا اما ديسك توب ابلكيشن، لا اما موبايل ابلكيشن. هو تقول لي طب احنا هنعمل ايه؟ قال لك انت هتختار اللي انت عاوزه، انت مسموح لك تختار اللي انت عاوزه حسب الايه الكابابيلتيز بتاعتك والامكانيات. المهم اللي انت تنفذ لي الايه الجزء بتاع مين الداتابيز. يعني والله انت شغال عارف اساسيات في الويب ممكن تشتغل بالويب ابلكيشن عادي،
عارف اساسيات في الديسك توب، اي لغه برمجه بقى اشتغل. عارف موبايل وشغال بالموبايل اشتغل برضو، ايه شغال اندرويد مثلا اي او اس اي حاجه. المهم اللي انت ايه تطبق لي الكونسبت ايه بتاعنا، وتفهم كونسبت الايه الداتابيز، يعني يبقى تفهم الايه المعنى بتاعنا بتاع الايه بتاع الداتابيز. طبعا ده كان جزء كده ايه بدايه، اللي انت بتتعرف على الاساسيات، يعني الاساسيات بن ايه بنبتدي نتعرف بيها ايه مع بعض، وبنشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي وهتروح فين باذن الله. طبعا انت هنا هتحتاج بروجكت، فطبيعي اللي انت طالما فيه بروجكت يبقى انت المفروض تبتدي تكون الفكره بتاعتك دلوقتي، وتبتدي تشوف انت هتشتغل على ايه بالظبط. يعني انا المفروض دلوقتي عارف انا هشتغل على ايه، يعني في فكره معينه في دماغي، انت في فكره معينه في دماغك حابب اللي انت تجربها، يعني حابب ان انا اجرب مثلا ايه اعمل مثلا سيستم بسيط كده للمطعم مثلا معين، عاوز اعمل سيستم لحجز ايه تذاكر طيران، تذاكر قطر، اي حاجه. المهم ان انت ايه تبتدي تجرب نفسك، انت لسه بتتعلم، فانت لازم دلوقتي تبتدي ايه تجرب نفسك في حاجه زي ايه زي ده. كان طبعا بالنسبه للاساسيات بتاعتنا. الى ان نلتقي في جزء ان شاء الله تاني برضه، بحيث ان احنا بنبسط الايه المعلومات بمشيئه الايه الرحمن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.